والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في رحاب هذه الكلية المباركة على هذه المدينة وعلى الإقليم، وفي ضيافة أختنا الفاضلة رئيسة والمسؤولة ومؤسسة ديال جمعية بحيرة داليا، وبكل فرح ثقافي مع كل الفاعلين والناشطين في المجال المعرفي والتراثي، سواء التراث المادي ولا مادي. احنا اليوم تنتمنوا ان الاخوات ديالنا والاخوان ديالنا المنظمين قرروا يوقفوا جميع الانشطه ديال هذا البرنامج اللي مشاركه فيه ومدعماه المنظمه الدوليه، تضامنا ومؤازره وترحما على الشهداء ديال المنطقه ديال اغرم تينزرت بسبب فيض الاخير. وبقي في البرنامج فقط هذا النشاط ديال اليوم اللي عنده علاقه بتقديم بعض المداخلات الثقافيه حول هذا المجهود الكبير الذي بديل واستغرق حياه الجمعيه كلها. بطبيعه الحال الشعار ديال من السلف الى الخلف تيتكلم على واحد الاشكاليه كبيره. احنا بعض المرات تردوا البال الحاجه اللي بين يدينا ملموسه، وتنساو الحاجه اللي وارثينها على جدودنا وعلى التاريخ القديم ديالنا. اللي بين يدينا يمكن نحافظوا عليها، نسدوا عليها في المجر او نكتبوها ونخليوها، ولكن اللي تتنتقل من الذاكره للذاكره ومن الحومه للحومه ومن الجيل للجيل تيمكن ليها تضيع. خاصه وان في هذا الجيل هذا وفي هذا العصر هذا دخلت التكنولوجيا الحديثه وخرجت بدات اهتمامات اخرى مغايره للاهتمامات الاصيله ديالنا، اللي جعلت واحد العدد كبير من المسائل اللي عندها علاقه بالهويه ديالنا تتمشي للضياع. هذه الجمعيه بدات المجهود باش توثق انشطه ثقافيه ذات صله بالمراه السوسيه عامه والمراه الردانيه بصفه خاصه. ونوع هذا النوع من التراث عنده علاقه بالجانب الصوفي والجانب التعبدي في ارقى مظاهره، لكن مع كامل الاسف كما سمعوا الاخوان بعض المداخلات ان البعض يديها غير في سوق راسه، يحرم على الشعب المغربي وعلى المسلمين الحاجه اللي حلال. داك الشيء اللي حرمه الله باين في القران، لا عنده بان الحضره والمدح والتقاء الناس بيناتهم وصله الرحم حرام. اخرى يجبدها لنا واحد العدد ديال العيد قال لك اللي مشينا عنده يقول لك هذاك الشيء حرام، ما حرام حتى شي حاجه. هذا من عمق ما يوثق واواصر القرابه ما بين الجديد والجيل القديم. لهذا خصنا المرشدين الدينيين وخصنا الناس ديالنا ينبهوا المواطنين الى ان البعض يريد ان يفسد علاقه المواطن المغربي وعلاقه الشعب المغربي بتاريخه وتراثه ليكون تابعا لتراث الاخرين اللي هو ماشي ضمن التراث ديالنا. تحيه للاخت هند وتحيه للمنظمين وشكرا لكم جميعا. حسن بن حليمه باحث جامعي ورئيس مركز سوسمه للسلف التنميه الثقافيه. انا سعيد جدا بمواكبه وقائع هذا الملتقى الاول للغناء النسائي بتردانت، وهي مبادره طيبه تروم نفض الغبار عن شق من التراث اللامادي المغربي من خلال نموذج ترودانت والاحواز. وقد وقفنا على عمل رائد على مستوى التجميع والتنقيب والتوثيق، وهذا طبعا من شأنه ان يعيد الاعتبار ويحيي هذا الرصيد الجنوبي من المملكه. راينا كذلك ان هناك تنوع وهناك غنى في هذه الماده، هناك اطياف من الغناء النسائي والمؤمل هو ان تتمكن هذه الجمعيه جمعيه بحيره داليا ان تتمكن ان شاء الله من الخروج بمشروع يكون متكامل ويساهم في احياء حقيقي لهذا الموروث. وجمعيتنا ان شاء الله هي كذلك تتمم هذا العمل وستساند دائما مبادرات من هذا الصنف، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبه تنظيم اللقاء النسائي الاول للغناء النسائي الاول بتارودانت منظم من طرف جمعيه بحير الداليا، اود ان اشير الى ان المجهود الذي تقوم به جمعيه بحير الداليا من اجل احياء التراث اللامادي النسائي الروداني هو
مشروع طموح ويستوجب بذل مجهود كبير وكبير جدا. لماذا؟ لأنه توثيق هذا التراث اللامادي أولا مكمن الصعوبة في أنه تراث نسائي، والنساء في الغالب أنهن مستواهن التعليمي بسيط وبسيط جدا. هناك ما يعرف على النساء من أنهن يترددن في إبداء آرائهن، هناك الوضع الاجتماعي الذي يبخس وضعية المرأة وعطاء المرأة، فكل هذه العوامل تطرح مجموعة من التحديات على جمعية بحيرة الدالية لتوثيق هذا التراث. ورغم ذلك فقد تمكنت بعون الله وبمجهود المجموعة من جمع كم كبير وهائل من هذا الموروث الثقافي اللامادي. والأهم من ذلك هو أنه جمع الإنشاد وكذلك في نفس الوقت إحياء الأداء هذا التراث المادي، يعني الإنشاد النسائي سواء من الشيخات أو الجياليات أو البنصريات أو البرحيليات أو أولاد جلال. فهذا المشروع مشروع طموح وطموح جدا ومهم ومهم جدا، ولولا أهميته لما حظي بالدعم وبالمساندة من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو ومن طرف وزارة الثقافة. شكرا. السلام عليكم. أستاذة طارق حكيمة من مدينة مكناس، أستاذة ديال الموسيقى. كان لي الشرف أنني شاركت مع هند الحسيني في المشروع ديالها ديال بحيرة الدالية ديال تعريف داك الغناء النسوي. كان الدور ديالي أنني نعرف المقامات فين كيغنيو العيالات والأنغام اللي كيغنيو عليها. يعني كانت واحد المشاركة يعني عجبتني وخديت أنا واحد التجربة منها، لحقاش أنا ما عمري ما كنت نعرف داك الغناء. شكرا للهند والبحيرة الدالية على أنهم وثقوا هذا الموروث الثقافي، وكنتمنى لهم الاستمرارية إن شاء الله. شكرا. شماس نور الدين، رئيس الرابطة الوطنية لجمعية الملحون بالمغرب. أولا أنا جد مسرور بتواجدي هنا. الكلمة اللي ممكن نقوله على الملتقى الأول الغناء النسائي هو أن جمعية بحيرة الدالية أخذت على عاتقها واحد الرهان صعب ولكن استطاعت تحققه، وهو بإصدارها للكتاب روح أبراز وبإنشائها لخمس مجموعات. الجميل في الغناء النسائي ديال القريحة الرودانية هو أن أنا من هذا المنبر ندعي الناس باش يستمعوا للغناء النسوي الروداني، لأنه تيحمل واحد المقامات عالية، واحد الإيقاعات جميلة، وواحد التقاطعات رائعة مع واحد المجموعة ديال الفنون الشعبية المغربية. هنيئا لساكنة رودانا بهذا الملتقى الرائع والشيق. شكرا. السلام عليكم. فاطمة تيسي، عضوة في جمعية بحيرة الدالية. تنشكر الهند الحسيني والفضل كله تيرجع ليها، هي اللي ساهمت في إحياء التراث وحياة الغناء اللي ضاع وحياة الآلات اللي ضاعوا، وقفت معانا وساهمت معانا، وحنا اليوم راه فرحانين بهذه الوقفة، والفضل راه تيرجع لهند الحسيني. توزعت القبائل الأمازيغية الطبيبات وسلاطين القبائل الصحراوية التي استطاعت في التسوس وأصبحت في الأمازيغ.